أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الجمعة 11 يونيو حزيران 2021. توقعات برج الثور عاطفيا: الأعزب يوم مميز يحمل لك الحظ والحب ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر. المرتبط: اليوم أنت كتلة من الطاقة الإيجابية وتستطيع التأثير على من حولك. ثقتك بذاتك الآن معززة، ونتيجة لذلك سوف تحصل على بعض الأوقات الرائعة. مهنيا: تذكر توازن الأهداف، بمعنى أن نعطي كل شيء بالحقيقة حقه. الأمر المهم اليوم هو أن تنظر إلى المستقبل بإشراق، وأن تقوم بحساب الحسابات الضرورية التي تمكنك من التخطيط الصحيح. صحيا: تجنب الإرهاق قدر المستطاع، وكل ما من شأنه أن يزيد عليك الضغوط النفسية، فصحة الجسد من سلامة الحالة النفسية. توقعات برج الثور للرجل: إذا كنت تبدو متعبا، حاول أن تعيش حياة أكثر انتظاما. شد يديك على محفظتك، وإلا ستصرف مالك على نزواتك. أما النفقات الأخرى التي لا غنى عنها في الحقيقة ستفرض نفسها عليك. حاول الاسترخاء في الطبيعة بعيدا عن ضغط العمل، أو حاول تجديد علاقاتك العاطفية عبر التواصل مع الأحباب أو الأصدقاء أو الأقرباء. توقعات برج الثور للمرأة: خططي للمستقبل وتفائلي به فيما يعقل، لا تبالغي في أحلامك، وتذكري قدراتك لكن لا تيأسي أبدا. تسير الأمور على أفضل ما يرام. نصيحتنا لك اليوم أن عليك أخذ استراحة قصيرة من بعض الأمور التي ترهقك، تشحنين فيها طاقتك من جديد.